اشوفك يا امينه احمد. متزوجه وعندي 4 اطفال. ما شاء الله. هل اجريتي سابقا فحصا دوريا شاملا لك؟ لا ولا مره. حين اراجع المستوصف لمرض ما اتلقى العلاج. انت يا امينه تحتاجين الى فحص شامل. من غير المعقول وانت بهذا السن ولغايه الان لم يجرى لك فحص دوري، على الاقل كل سنه او كل سنتين. ماذا وجدت عندي يا دكتوره؟ هذا الالم الذي تشكين منه في منطقه الرحم وهذه الالتهابات لابد وان نعرف ما الاسباب، ولا بد من اجراء فحص عام. ساطلب لك الفحوصات اللازمه وبعدها اراك لاستكمال الفحص ومن ثم العلاج. تتعرض النساء السيدات خلال فترة الزواج والإنجاب للكثير من التغييرات الهرمونية والجسدية، مما يجعلهن عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض. وتأتي أهمية الفحص الدوري للمرأة من أجل التعرف على تلك الأمراض التي تصيبها في مراحلها المبكرة، مثل ما هو أيضاً وسيلة للحفاظ على صحة المرأة بشكل عام. لذلك يجب حث السيدات وتشجيعهن على إجراء الفحص الدوري كل سنة أو سنتين على الأقل. ينبغي في الزيارة الأولى للسيدة إلى المستشفى الحصول على تاريخ مفصل عن حالتها الاجتماعية والصحية، وتكوين ملف معلومات كاملة عنها يحتوي على تاريخها الصحي والمرضي، وغالباً ما تشمل بيانات الملف الصحي معلومات عن العمر وعن الحالة الاجتماعية والمهنية والأعراض المرضية التي تشكو منها والأدوية التي تتعاطاها. كما تشمل المعلومات معرفة تاريخ الحمل والولادات للسيدة، وفيما كانت قد تعرضت إلى ولادات مبكرة أو حالات إجهاض أو أي مضاعفات أثناء الحمل والنفاس. كما يحرص الطبيب أو الطبيبة عادة على معرفة التغييرات التنفية للمرأة وتاريخ الدورات التنفية والأعراض المصاحبة للطمث، مثلما تحرص الطبيبة على معرفة وجود إفرازات مهبلية أو أي مضاعفات مصاحبة لذلك. ويعتبر فحص البول واختبار الدم جزءاً أساسياً من عملية الفحص الدوري للمرأة، حيث يكشف فحص البول واختبار الدم معلومات للطبيب عن حالة الجسم وانعكاسات المرض داخل الجسم. وبالطبع فإن الفحص البدني السريري وإجراء التحاليل المختبرية والفحص بالأشعة أو بجهاز الموجات الصوتية السونار، وأخذ عينات من الأنسجة لفحص بطانة الرحم أو نسيج الثدي، كلها مراحل مترابطة ومتكاملة لهذا الفحص الدوري. وقبل ذلك يكون من الضروري أيضاً أن يعرف الطبيب معلومات كافية عن أي أمراض سابقة تعرضت لها المرأة أو أي عمليات جراحية أجرتها سابقاً. إن الفحص الدوري لا غنى للمرأة عنه لمعرفة وضعها الصحي العام وتحديد حالتها المرضية ومعالجة الأمراض التي تصيبها في وقت مبكر.